والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه من اهتدى بهداه ما سقرات أحسن القصص فضيلة الشيخ فايز بن صبيح الشمري حفظه الله ما زال في قصة سليمان عليه السلام. قال تبسم سليمان ضاحكا أو تبسم سليمان ضاحكا من كلام النملة وحكم قتل النمل؟ قال ضاحك سليمان عليه السلام من كلام النملة. قال تعالى وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحك من قولها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النمل. قال العلماء هذا أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني في صحيح أبي داود. قال العلماء إلا ما كان منه مؤذيا لا يندفع إلا بقتله فيجوز، لأن النمل أمة من الأمم تسبح لله تعالى. وقد عاتب الله نبيا من الأنبياء قرصت نملة فأحرق قرية النمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، وقال فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال قصة سليمان وخيله ذوات الأجنحة. قال كان لسليمان خيل لها أجنحة، كما ثبت أن لعائشة لعبا بينها فرس له جناحان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجدا. أخرجه داود البيهقي عن عائشة وصححه الألباني في صحيح أبي داود. ولما عرضت على سليمان خيله فتن بها حتى أخر صلاة العصر إلى غروب الشمس، فضرب أعناقها وسوقها بالسيف تقربا إلى الله تعالى. قال تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة، والجياد المضمرة السريعة. وقوله بالعشي أي من الزوال من وقت الظهر إلى غروب الشمس. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي غابت الشمس بالمغيب، أي صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى أعظم صلاة. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا صلى الله عليه وسلم.